بين مؤيد ومعارض لسياسة الحكومة الاضطرارية نحو تناوب انقطاع التيار الكهربائي بين مختلف الأحياء، يرى البعض أنه يتكبد خسائر مالية تؤثر على مصدر رزقهم، والذي يعتمد بشكل كبير على الطاقة. في خسائر كتير جدا، احنا عندنا الأجهزة في البيت بتبوظ. وبيجيوا في الآخر يقول لك فاتورة الكهرباء وانتوا هتغلوها، طب هندفع ازاي وما فيش أصلا كهرباء؟ بس إمتى الانفراج؟ احنا عايزين ميعاد ليها، مش نسمع كلامه بس ووعوده وبس. شوفوا لنا حل في قطع الكهرباء. بينما يرى آخرون أن علينا أن نتكاتف مع الحكومة لتجاوز تلك الأزمة، ويرى أحد أصحاب محال الجزارة أن المشكلة انخفضت بصورة تدريجية، وإن كان الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي يؤثر على بضاعته بصورة كبيرة. لحمة عندي في التلاجة وجو صيف، طب يعني وبعدين؟ وعشان كده بخف الوجبة خالص، أبرضاش هجيب لحمة كتير. بنسيب المحل ونطلع بره في قطاع الكهرباء، بس ما أنت شايف المحل صغير والحرارة بتبقى جامدة، بنسيب المحل نقعد بره عبال التيار ما بيجي. يبدو أن الخسائر المادية تلاحق المواطنون أينما وجدوا بمنازلهم كانوا أو بمقر عملهم جراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، فهل ستعمل الحكومة على توفير مصادر بديلة للطاقة أم ستلجأ لوتيرة تشد السكين كلما تجددت الأزمة؟ علي فرجاني، أون تي في، القاهرة.